شارع الحرية 23، مناورة بحرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. تستمر 11 يوماً من التدريبات الحية والافتراضية، باعثة برسائل دعم واستجابة لما تعتبره واشنطن وسول تهديداً على استقرار شرق آسيا. استبق المناورات قمة كامب ديفيد الثلاثية التي جمعت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان لنسج حقبة جديدة من التعاون الدفاعي الثلاثي، كما أسماها جاك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، فيما بدا أقرب إلى ناتو أسيوي. تقول واشنطن إنها باتت قلقة بشأن استشراء النفوذ الصيني في تلك المنطقة، بل وعمق التعاون العسكري بينها وبين كوريا الشمالية وروسيا. لكن بكين تعيد التأويل وتتخوف من تعاظم الوجود العسكري الأمريكي في تلك المنطقة. أما كوريا الشمالية التي أغضبت واشنطن كثرة مناوراتها وصواريخها الباليستية، فقد أوعز زعيمها كيم يونغ أون بصنع المزيد منها قبل تدريبات درع الحرية 23. فكيف ستقف بكين وبيونغ يانغ وموسكو أمام الناتو الآسيوي؟